مركز الآلات العصرية، شركة مختصة باستيراد وتسويق وبيع الآلات التريكو اللي هي اختصاص الأحذية الوجه العلوي من الحذاء الرياضي التريكو. نحن هاي أول مشاركة لنا بسيلا، إن شاء الله متأملين خير من خلال مشاركتنا. يعني هي فرصة لنا للتعرف ولقاء زبائننا الحاليين الموجودين وزبائن مرتقبين بالمستقبل، نعرف الزبائن وين وصلت صناعة التريكو، وين وصلت الشركة اللي نحن بنمثلها، الشركة الصينية لونغشينغ، شو الموديلات الجديدة، شو جديدنا، الشيء الموجود حاليا. بالنسبة لشركة لونغشينغ، هي شركة رائدة موجودة بالصين من 1990، يعني تقريبا عم نحكي عمر الشركة 23 سنة، بتقدم خدمات ما بعد البيع، بتقدم لنا الدعم الفني، مواكبة الزبائن، احتياجات الزبائن، ونحن بالتالي كشركتنا منقوم بتوفير قطع الغيار اللازمة، الدعم الفني واللوجستي لزبائننا، الدعم بالموديلات، التدريب، رفد سوق العمل بالعمال والرسامين وشباب الصيانة اللي هن مهندسين أو مساعدين مهندسين يلي بيقدموا خدمات الصيانة وخدمة ما بعد البيع لهذا المكان.